أدرك بوتين النظام بيديه على مدى عقدين لضمان بقاء دفة المركب في يديه، لكن ماذا عن الطاقم؟ هناك من قفز من المركب بالفعل، ولا يهم العدد، الأهمية في الوزن والثقل. ضج العالم بنبأ استقالة أناتولي تشوبايس مبعوث بوتين ورئيسه في أول وظيفة له بالكريملين. أعلى مسؤول يتنحى منذ بداية الغزو، نشرت له هذه الصورة أمام جهاز صراف آلي في اسطنبول في وقت كان الكريملين لا يعلق على ما إذا كانت تشوبايس غادر روسيا أم لا. لكن هل الحالة مرتبطة بتشوبايس فقط؟ النار كانت تحت الرماد منذ فترة. في يناير حذرت مجموعة من العسكريين الروس العاملين والمتقاعدين من أن غزو أوكرانيا سيكون عبثياً وخطيراً للغاية، وأن الحصيلة ستكون خسارة آلاف البشر وخلق عداوة بين الروس والأوكرانيين مدى الحياة، فضلاً عن المخاطرة بحرب مع الناتو تهدد وجود روسيا بذاتها كدولة. وقع الغزو. من صاغ بيان العسكريين الجنرال المتقاعد ليونيد أباشوف نقلت عنه وسائل إعلام تمسكه به، لكنه تحفظ في الحديث بحرية. إذن هذا نوع أول من الرفاق خسره بوتين رغما عنه، لكن هناك نوع آخر خسره باختياره على ما يبدو. تقارير عن نقلتها استخبارات غربية أمريكية وبريطانية تؤكد استبعاد بوتين حليفه القديم ألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الفيدرالي. حل محله الجنرال فاليري غيريزاموف وهو رئيس الأركان العامة الروسية، الضابط الأعلى رتبة في القوات المسلحة، صاحب الخبرة في جميع جمهوريات الاتحاد السوفيتي، والأهم تاريخه الطويل بدءا من الفصل الأول من الحرب في الشيشان عام 1994، ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، تشكيل الجيب الانفصالي في إقليم دونباس والتدخل في سوريا عام 2015. يفهم جيدا لماذا قد يكون الجنرال غيريزاموف الأقرب لبوتين اليوم، مكسب للمخطط وربما الشريك في هندسة الحرب. لكن مقابل ورقة الجنرال سقطت سبع أوراق مهمة لبوتين في وحل المستنقع الأوكراني.